أكتر واحدة تقدر تعمل مونتاج في الأغاني وعندها القدرة القوية في متابعة شغلها هي نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة بعد ما تقفل الأغنية تخش الأوضة اللي هي بتمنتج فيها، هتلاقي الحيطة سودة عليها شرايط كده وقصائص، الألف في حتة والبي في حتة وكده. أنا مرة دخلت الأوضة لقيت واحد مهندس يعني كأنه معتقل ما بتروحهمش، والحيطة كلها لازق بالحروف أو بكذا، بتطلع شغلها بمنتهى الدقة بالمونتاج ده، وكان مونتاج لازم تستعمل المقص، مفيش اللي بيحصل دلوقتي الايديتنج بتاع الديجيتال. هي طبعا خدت الحدوته دي من محمد عبد الوهاب اللي هو موسيقار الاجيال. ايوه وحياتي اللي كان بينا ورا واللي مش قادر اصدق انه ورا. ايوه وحياتي اللي كان بينا زعلت منك غصب عني، قلبي خدني وراح يسأل غصب عني، قلبي فاتني وراح مسامحك بس. وحياتي اللي فات واللي أصبح ذكريات بس. وحياتي